يسعد أوقاتكم حبايب قلبي من وين ما كنتوا عم تتابعوني وبأي وقت عم تتابعوني فيه، وأهلا وسهلا فيكم بقناتي جوليا شانيل. وبتمنى إذا كنتوا جداد على القناة أو أول مرة عم تحضروا قناتي ما تنسوني من اللايك والشير وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد أنا بقدمه. فيديو اليوم رح يكون فلوك صغير بشوارع تركيا، واليوم كمان إن شاء الله رح عندي زيارة إن شاء الله، يعني مثل ما بقولوا عندي لازمة، بدي أنزل على السوق وجيب هدية، بعدين بدي روح لعند رفيقة العمر لولو بارك لها، يعني بمناسبة الولادة جابت بنوتة كيوت، وإن شاء الله يعني رح تكونوا معنا بالفيديو خطوة بخطوة وكأنه أنتوا رحتوا معنا المشوار كامل، فخليكم معنا وتابعوا للآخر. وحبايب قلبي قبل ما نبلش الفيديو بتمنى منكم، بما أنه أشهر فضيلة واليوم أول يوم من أيام رجب، بتمنى تدعوا لي لزوجي بالشفاء العاجل، وشكرا لكل مين رح يدعينا مثل ما بيقولوا، يعني دعوة الغريب مستجابة، بتمنى تدعوا له بالشفاء العاجل. وهلأ هون بلش مشوارنا، هلأ أنا طلعت وهوني يعني عنا هوني هذا المركز، فعب بتمشى هون بالمركز وإن شاء الله رايحة لعند مراكز فلة، فهي مختصة يعني بكل النسواني الولادي بكل شيء. هلأ أنا طلعت عن الطابق النسواني وأخدت هاد البلوز، في منه لونين، في زهر وفي اللون الثاني، فعجبني أخدت الزهر لبنتي وأخدت الثاني أخدناه هدية، ومثل ما شفتوا على الكاشير كنا عم نحاسب وهذا هو اللي اشتريته. يعني حبينا نشارك معكم هالأجواء كاملة، اشتريت هاد البلوز إن شاء الله يعجبها. وهلأ أنا بعد ما رجعت على البيت عملت كم شغلة وإن شاء الله هلأ رح جهز حالي للروحة لعندها. هلأ هون إن شاء الله متيسرين لعندها بإذن الله، وهلأ رح نتابع الفيديو خطوة بخطوة. إن شاء الله رايحة لعند رفيقة لولو، ويعني مثل ما بيقولوا رفيقة العمر، يعني من أول ما دخلت على تركيا تعرفت عليها، ويعني مثل ما بيقول المثل رب أخ لم تلده أما، جد يعني مثل الأخوات، وبحبها وبعزها من كل قلبي، فحبيت بارك لها على طريقتي وإن شاء الله هالمباركة رح تضل طول العمر. هلأ هون وصلنا على البيت وهلأ بدأنا تصوير، هاي هون بداية البيت. هلا هون أنا بلشت أصور البيت، ما شاء الله زينة بتاخد العقل والألوان كتير حلوة، منقيتها هي لون زهر وأبيض، يعني الألوان بناتية، فالألوان كتير عجبتني، حتى الزينة كتير كتير حلوة وكتير عجبني، يعني حتى إنه وقت مثل مواضح بالفيديو كمان يعني حاطة حرف الميم واسم بنوتة تاميرنا، سمي تاميرنا وهي اسم البنوتة، بسم الله ما شاء الله، اللهم صلي على النبي، يعني حتى أنا وعم صور عم صلي على النبي. ملبستها هيك فستان يعني أبيض بياخد العائلة، وهي هون الضيافة حاطينا يسلم إيديهم يا رب شي بشهي وبياخد العائلة. هلأ من كتر ما عجبتني الزينة أخذت منهم أفكار، يعني كيف إنه بدي زين، لأنه إن شاء الله قريبا رح نزل عيد ميلاد بنتي، يعني وإن شاء الله بدي يضرب على السوشيال ميديا، يعني بدي أعمل أحلى عيد ميلاد صار لبنتي إن شاء الله، وأخذت أفكار منهم كتير حلوة للزينة. هلا هون البنوتة كانوا ملبسينها فستان أبيض ما شاء الله، بتاخد العقل عروسة صغيرة، يعني مع أنه يعني اللهم صل على النبي دوبه يا دوب عمره يعني 10 أيام 15 يوم، يعني هي كتير زغنونة، بس يعني أنا قلت أنه حرام الواحد يصورها، بس بنفس الوقت يعني ما شاء الله كتير كتير حلوة، وأنا من النوع كتير بحب الأولاد الصغار. ايه هي ما شاء الله عندها صبي، عندها برهومة، وهلأ جابت بنوتة، الله يسلم لياهن ويحميهن يا رب، إن شاء الله بتفرحي فيهن يا لولو، وبكرة إن شاء الله هذا الفيديو بتضلي تذكرينا فيه طول العمر. حبايب قلبي بدي لكم على شغلة قبل ما أنسى إن شاء الله، يعني كنت ناوية أقولها بأول الفيديو فالتهيت، وهلأ إن شاء الله رح أحكي.
هلا أنا وعم صور، كنت عم صور حوض السمك، ما شاء الله كتير حلو، وأنا كتير بحب هيك شغلات. أنا جبت عصافير وإن شاء الله قريبا رح جيب حوض سمك، لأنه كمان أنا بذكرني بأيام سوريا، كان ببيتي بسوريا في عندي حوض سمك بس أكبر من هذا. المهم رح أقلكن على الشغلة اللي كنت بدي أقولها قبل ما أرجع أنسى. أي حدا بيصور أي طبخة بحب ينزل صورها، مثل ما بتعرفوا أكتر الناس بينزلوا حالات واتساب، يعني على حالاتي أي حدا بيطبخ طبخة أو مثلا بيغلي قهوة وبحب ينزلها، فيبعت لي على صفحتي على انستغرام يوميات وروتينات أم جواد، عفوا يوميات وروتينات أم جواد هو اسمي على الفيسبوك، اسمي على انستغرام أم جواد بالإنجليزي، واللي بيعرفني بيقدر يبعت لي إياها على الخاص يعني على الواتساب. طبعا هذا الشيء اختياري. هلا هون كانت الضيافة آخر شيء القهوة، كانت ضيافتنا القهوة، وطبعا القهوة ما بتحلى إلا مع الحبايب والجمعة. مع الأسف يعني أخذنا الحديث وما قدرنا نصور الضيافة من أول شيء، آخر شيء كانت الضيافة القهوة والحلويات اللي صورناها. يعني ما شاء الله عليه، هون وقت الواحد بيروح لعندهم بينبسط وبيسرق الوقت فعلا. يعني كان يعني كانت أحلى قعدة مع أحلى ناس، كتير كتير انبسطت فيهم، وأنا كتير يعني بحب جمعتهم. ما شاء الله الأم والأخوات دايما دايما مع بعضهم، يعني جمعتهم بتخليني اشتهي أنه اجتمع مع أهلي. إن شاء الله الله يا رب يجمعني مع أهلي وأخواتي عن قريب، لأنه أنا أهلي ابعاد عني تقريبا رح يصل لي 10 سنين ما شفتهم، وما في أحلى من جمعة الأهل والحبايب والحبايب، وخاصة يعني بهالأيام الواحد اللي بيمرق فيها مثلا شهر رمضان، الأعياد، هاي الشغلات إنه مثلا دايما الواحد بتذكر فيها جمعة الأهل، إنه نروح لعندهم الفطور عندهم، الجاية لعندهم العزايم. فأنا مع الأسف يعني أهلي بعاد عني، الله يجمعني فيهم يا رب ويجمع كل مغترب مع أهله. هلا بعد ما خلصنا زيارتنا أنا راجع على البيت، وإن شاء الله يعني بعد جهد جهيد وعناء كبير طول الطريق مختلفين أنا وبنتي على الطبخة. بنتي بدها كوسة بلبن، أكلة سريعة التحضير، مثل ما بتعرفوا الواحد إذا كان مشوار ما بيلحق يطبخ، وأنا كنت بدي أطبخ كواج. المهم بعد جهد جهيد اعتمدنا على طبخة الكواج، ومثل ما شايفين هلأ هون أنا ما صورتها كاملة، بس بعد ما طبختها عبسكوب يعني صورت الصور النهائية، الشكل النهائي يعني اللي بحب يشوف طريقتها. طبعا الكواج يعني هي لحمة وبصل وبندورة، في ناس بتطبخ مثلا بتحط، أنا أيام بحط معها باذنجان يعني على حسب بقى الرغبة. اللي بحب يشوف طريقتها فهي موجودة بقناتي. عملت كواج وبرغل، ومثل ما بتعرفوا ما بقدر أنا يعني بدون صحن الفتوش أو السلطة أو التبولة، وعملت صحن فتوش يعني غير شكل، وهذا غدانا لليوم. ومثل ما شايفين غدا خفيف نظيف مثل ما بيقولوا، وسريع التحضير. وبالنسبة للكواج يعني في ناس تطبخ جمبرز، في ناس برغل يعني حسب الرغبة، بس أنا نحن يعني عائلتنا فمنحب يعني نطبخ البرغل جنبه أكتر من الرز. وبتمنى قبل ما انهي الفيديو، بتمنى يا جماعة إذا عجبكم شغلنا لليوم، وإذا عجبكم يعني فيديوهاتنا، أهم شيء تفعلوا زر الجرس، لأنه إذا ما فعلتوا الجرس ما رح يصلكم إشعار بأي فيديو أنا بنزله. وهذا فيديونا لليوم، بتمنى يكون كان خفيف على قلبكم، بتمنى يكون استمتعتوا فيه، وانتظروني في فيديوهات جديدة. باي باي.